إذا جاءتك السنة ها تمسك بها. يقول أبو مسعود، ليس ابن مسعود، أبو مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي، يعني عبد يضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول، يعني إيش؟ يعني هو يضرب يسمع واحد خلفه يقول له: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي يذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحابة رضو الله عليهم. قال: يا رسول الله، لو أنت إيش تقول؟ تقول: فعل العبد وفعل وفعل، صح؟ وأضربه. فعندما التفت من يذكر بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فإذا ذكرك إنسان بسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، حذرك من بدعة، هذا دليل أنه يحبك.